السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي داخل وخارج أرض الوطن. إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. إخواني أخواتي حصري وفي أولى الصور لمول فعلة ديال مريم القارة وما يعرف قضية مريم القارة ضواحي بن سليمان. ومن بعد ما تم إعادة تمثيل هذه الجريمة يوم أمس واللي كان هو إلا ابن فنان مشهور من مدينة برشيد وكان صفها خوتي الهد البنيت الله يرحمها بعد ما امتانات عن تلبية النزوات ديالو هاد مجرم المنافق. لما زال نقول لكم علاش منافق لأنه كان دائما كيتبع ويهددها وهادشي اللي جاب التصريح ديالو مؤخرا أمام سرية الدرك الملكي. ومن بعد ما صفها لها تحت انظار مجموعه من الفتيات اللي كانوا دايزين يعني غادي المدرسه ديالهم وتحت انظار كذلك بعض العيالات اللي كانوا دايزين كذلك باش يمشيو للحمام. ولكن اخطر من هذا انه كان حاضر واحد رجل يعني سارح يعني رجل ما قدرش اخوتي يغامر بحياته لانه ديك السيد اللي كان كيهدد مريم فهو كان حامل سلاح ابيض وهنا فين خلاه انه ما يقدرش يتدخل خوفا على الروح ديالو. على اين في التصريح ديال العائلات ديال مريم واللي اكدوا دائما ان مريم اخوتي كان دائما تطلب العائله ديال الام ديالها والاب ديالها باش تغير المدرسه ولكن ما قالتش لهم راه واحد السيد راه دائما كيهددني ودائما كي لان كانت خايفه على حياتها خايفه لا يصفيها لها. ولكن هذا الشيء اللي وقع فات الاوان كون غاد ديكلارات بهذا الشيء كان الابوين يمشيو ويعرفوا هذا السيد. وهذا دليل على انها كانت دائما مهدده من طرف هذا الوحش الادمي. ومن بعد ما كانت الابحاث ديال سريه الدرك الملكي كتبحث وتجمع المعلومات واللي كان مختفي على الانظار والخطير من الامر اخوتي كان هاد السيد هاد المنافق هاد الوحش الادمي المنافق اللي تعشى في ديك الليله تعشى وكل طعام ديال مريم يعني ما دخل ما بين العائلات ديالهم يعني وعزى الام ديالها والاب ديالها. وكذلك هاد المنافق اللي صلى في الجنازه ديالها صلى اخوتي في الجنازه ديالها. شوفوا اخوتي ربما ذا بغى يبين انه ذكي باش يبعد كاع جميع الشبهات عليه. ولكن هاد مريم اخوتي الله يرحمها كانت عارفه يعني حافظه وعارفه يعني ان دائما كان دائما كيهددها. وحتى المعلومات لولا ديك المعلومات اللي عطاها يعني ديك السارح لما زال كان هاد السيد مازال هارب ومازال مختفي على الانظار. اخواني اخواتي فاي نوع من هؤلاء الرجال اي نوع هؤلاء الرجال بالرغم انه كان انسان متزوج وعنده بنيته عنده بنيته خوتي وباش يتجرأ ويتحرش بنت صغيره ربما قد بنته باش يغتصبها ويصفيها لها فلا دنيا ولا اخره لهاد السيد. وحتى الام ديالو اللي نعذروها اخوتي في الخرجه الاخيره قبل ما يبان هذاك يعني مول الفعله كانت دائما كتشكر في ولدها وتقول انا ولدي ما يقدرش يعمل هذا الشيء مستحيل يقوم بهذا الشيء. ولكن داك الشيء علم به الى الله سبحانه وتعالى هذاك الكبت اللي لداخل ديالو هو اللي خلاه يقوم بهذا الشيء كامل الكبد ديالو واللي كان يخليه يعمل هادشي كامل. فمرة أخرى فتحية تحية للسلطات الأمنية الدرك الملكي يعني حتى الشرطة العلمية اللي قامت بمجهودات جبارة بسرعة هائلة تم القبض على هاد الجاني. وكما شفتوا يعني مواطنين يعني ناس بكثرة حضروا لهذيك التمثيل واللي كان الهتافات والغوت وكنتمنى من الله عز وجل ان في مدينه سلا في حي الرحمه يكون مشهد كهذا باش يكون عبره لجميع
هذوك هما اللي الفعله اللي كيقوموا بهذا الشيء واللي كيحاولوا انهم يزرعوا الرعب في المدن ويزرعوا الرعب بين العائلات. فاحنا بغينا دائما يتنقى بلادنا من هذا الشيء كامل وترجع الطمانينه خوتي والحياه عاديه كما كانت من اخواني اخواتي. فانا على يقين ان السلطات الامنيه والدوله سوف تسن قوانين صارمه من اجل التصدي لهؤلاء اللي رعبونا احنا اخوتي كمواطنين وكمجتمع مغربي وعائلات اللي مازال خايفه لا تكرر هاد المسائل اللي شناها مؤخرا مع الدغاده وكتاد. فان شاء الله عما قريب اخوتي فالمغرب بلد امن اخوتي، المغرب بلد امن كره من كره. فهادشي كامل ضدا في الاديان، ضدا في الاديان الدول المجاوره اللي بغاونا احنا دائما نعيشوا في هاد الرعب ونعيشوا في هاد المشاكل اللي ربما الاسباب ديالها الرئيسيه هم تهريب ديك المخدرات اخوتي اللي هي السبب الرئيسي اللي كتخلي اي واحد يقوم بهاد الفعله. فمره اخرى فتحيه للسلطات على السهر على الامن ديالنا والسهر يعني الدفاع عن حقوق المواطنين باش ميبقاش هادشي كامل يتكرر بلاد الحبيب. اخواني اخواتي نتمنىكم انكم نلقاكم بخير وعلى خير، وما تنساوش تعملوا اللايك اخوتي والبرتاج والاشتراك في القناه باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.